ست تمارين راح نعملها عشان تفتح فيهم مفصل الحوض وتحسن الموبيليتي تبعت مفصل الحوض. قبل ما أبدأ بالفيديو بدي أحكي لكم، أي حدا عنده سؤال بتعلق بالفيدنس يكتب لي بالكومنتس تحت وأنا راح أرد عليه أو أعمل له فيديو كامل عن الموضوع. أعطوني أفكار جديدة عشان أعملكم فيديوهات عن الأشياء اللي أنتوا بتحبوها. هلأ ست تمارين اللي راح نعملها اليوم راح نفتح فيها مفصل الحوض، هي مش التمارين المعتادة اللي أنت بتعرفها، ممكن تكون بتعرف بعض هاي التمارين. هلأ بدي أعطيكم إشي جديد وإشي شوي مختلف، لأنه أنا شخصياً بحب أستعمل تمارين الديناميك اللي فيها حركة أكتر عشان الموبيليتي، عشان نفتح فيها المفاصل أكتر من الستريتشينج أو الستاتيك ستريتشينج. أول تمرين راح نعمله بتجيب باد حطها تحت رجلك اللي هي السفنجة عشان رجلك ما تضايقك، راح تلزمنا هاي الباد أكتر من تمرين فيفضل إنكم تجيبوها. الشغلة الثانية راح تجيبها اللي هي السلايدر. هلأ راح نحط ركبة على المات والرجل راح نحطها الثانية على السلايدر. هلأ ما تحط رجلك على السلايدر راح نفتح لبرا، شوف كيف بالتمرين، راح أحط إيدي على الأرض وأثبت حالي بالأرض، رجلي اللي على المحطوطة على المات راح تضلها محلها وراح أفتح الحوض للسايد على اليمين أو على اليسار حسب أنت بأي رجل عمالك تشتغل على الآخر، فبتضلك رايح لأكثر ما تقدر. حاولوا إنه رجلك تضلها مستقيمة على الآخر أو رجلك تضلها مستقيمة على الآخر، وإنت راجع راح ترجع بالحوض من السايد. ضلك تعمل التمرين 10-15 عدة لغاية ما تحس إنه الحوض بلشها يفتح شوي. التمرين الثاني راح نستخدم نفس الباد وراح نستخدم نفس السلايدر. هلا راح نحط الركبة بدل ما نحط القدم على السلايدر ونفتح لبرا. شوف كيف. هلا أنا بقعد كأني قاعد في بلانك، مش شرط إنك أنت تشد بطنك في هذا التمرين لأن احنا مش عمالنا بنعمل بلانك، احنا بس عمالنا بنحاول نفتح مفصل الحوض. بحط ركبتي على الباد الأولى وبحط الركبة الثانية على السلايدر وبخلي رجلي شوي بالهواء، بسحبها على الآخر وبفتحها لبرا. هلا هذا التمرين في ناس كثير بتعرفه بس بتعمله وهم ثابتين، يعني بحط الركبتين على الأرض وبضله ثابت وبرجع لورا شوي. أنا اللي بحاول أعمله إنه نحرك المفصل بطريقة أحسن شوي. هدول التمارين ممكن تعملهم بأقل من 5 دقائق في الجيم على السريع قبل ما تبدأ، خصوصاً إذا عندك يوم تمرين رجلين أو عندك يوم تمرين رجلين. إذا بتعملوا هاي التمارين رح تلاقوا إنه السكوات تبعكم صار أحسن أو الديدليفت تبعكم صار أحسن، تحكمك أنت في جسمك بيكون أحسن. هلا بهذا التمرين الثالث ممكن تستخدم كاتلبلز أو ممكن تستخدم إذا في عندك فرلتس البارز هدول اللي على اليمين والشمال أو بوكس أو أي شيء بدك تحط تثبت حالك فيه، أو ممكن تحط إيديك على الأرض حسب أنت وين الفلكسبيليتي والموبيليتي عندك. راح نخلي الإجر ستريت، هذا التمرين راح نعمله لقدام، التمرينين اللي قبل عملناهم على السايد هذا التمرين راح نستخدمه إنه نعمله لقدام. فأنا راح أمشي أحط القدم، هلا التمرينين اللي قبل عملناهم بأصابع القدم، هذا التمرين راح أحط القدم الكاحل من تحت، أرفع رجلي لفوق وأفتح رجلي على الآخر، طلع الركبة مفتوحة على الآخر وبتعمل سلايد بتنزل فيها لقدام. فأنت هون راح تشغل مفصل الحوض من عند الهيب فلكسر من فوق وراح تشغل الهامسترينج، الهامسترينج عندك راح يكون شوي تايت، راح تحس بالستريتشينج لإله. حاول إنه رجلك ما تتني، كتير سهل إنه تبني ركبتك في هذا التمرين، فحاولوا إنكم تركزوا إنه يضل الركبة مفتوحة على الآخر، تنزل فيه أبعد ما عندك. طبعاً في ناس إذا عمالها بتتمرن على السبلت كمان هذا بفيدهم، يعني الصبايا اللي بتحاول تعمل سبلت إذا جربتي هذا التمرين ممكن تكون بتعرفيه راح يفيدك كتير. راح نيجي بالتمرين الرابع، هذا التمرين مفيد كتير خصوصاً في يوم الرجلين، يعني إذا أنت عمالك تعمل تمارين عادية بدك بس تفتح المفاصل مش شرط إنك تعمله، بس إذا عمالك تعمل تمرين رجلين عندك سكوات بهداك اليوم هذا التمرين كتير ممتاز. تقعد بقعدة السكوات بتخلي ظهرك ستريت، لاحظ كيف إنه الظهر مهم كتير إنه يكون مفتوح على الآخر، تقعد على الأرض على الآخر وبتمسك البليت. هلا البليت صبايا خذوا 5 كيلو، شباب بلشوا 5 كيلو بعدين روحوا على 10 كيلو، تمسك هاي البليت تدفش رجليك لبرا فيها وبترفعها لفوق. هلا لما ترفعها لفوق انت صرت بوضعية سكوات كاملة من تحت، بعدين بتحط كوعك على ركبتك وبتفتح يمين وشمال، حتى لو حركت شوي رجليك من تحت حركت القدم راح تحس انك عمالك تدفش مفصل الحوض من جوا من عند الهيب فلكسرز
ومن عند الكروين، فانت بتفتح لبرا وبترجع بهذه الطريقه. التمرين الخامس قبل الاخير هذا تمرين ستريتش للهيب فلكسر. هلا هذا راح اجيب بنش واحط رجلي واحدة قدام واحدة ورا. الناس اللي بتعمل بلغارين سبليت سكوات بيعرفوا هاي الطريقة، بفكر انه هلا انا راح اعمل بلغارين سبليت سكوات، بس انا ما عم بعمل بلغارين سبليت سكوات. اللي عم بعمله انه بفتح رجلي على الاخر قد ما بقدر. بهذا التمرين بتحط رجلك الامامية، حتى لو حطيت ايديك عليها اولها مش كتير مهمك البالانس قد ما هامك انك تعمل استرتش للرجل. بتخلي رجلك مستقيمة قد ما بتقدر فيها، وبتنزل لتحت من عند منطقة الحوض، فانت بتدفش بالحوض لتحت شوي شوي وبتطلع. هي عبارة عن حركة هيك يعني زي بالانس خفيف، ما راح يكون كتير بعيد ننزل فيه لتحت. والتمرين الأخير هذا الكل بيعرفه، اللي هو تمرين بيحكوا له greatest stretch of in the world، لأنه أو greatest stretch of all time، لأنه هذا التمرين بيشغل لك الظهر والإيدين والكتف والرجلين ونص الحوض بنفس الوقت. بتحط رجل لقدام جنب إيديك. أول شيء بتبلش برجليك التنتين مع بعض، إيديك مع بعض كأنك بدك تعمل straight arm plank. بتحط رجلك جنب إيدك، والرجل اللي جنب هالإيد راح نطلع بهاي الإيد من جوا لبرا، بنفتح فيها على الآخر وبنطلع على الآخر. كل ما الحوض عندك كان فاتح أكثر، وكل ما الحوض عندك كان فاتح أكثر، راح تلاقي إنك تقدر تنزل لتحت بالكوع، فكوعك ممكن يوصل للأرض على الآخر وممكن تطلع لفوق على الآخر. والتمرين الأخير اللي هو تمرين الكات كاو ستريتش. هلا تمرين الكات كاو ستريتش في ناس كتير بتعرفه، بس الناس اللي بشوفها بتعمله بس لفوق ولتحت. بتسحب بطنك لفوق وبتنزل لتحت، رجليك على الأرض، يعني أنت قاعد في البوزيشن اللي هو بنحكي له زي الطاولة. تطلع ببطنك، بتشد بطنك على الآخر لفوق، وبعدين بترجع بتفتح ظهرك على الآخر وبترفع راسك. هلا الطريقة هاي اللي هي الطريقة العادية، احنا عشان نحرك نصل الحوض بطريقة أحسن ممكن نعمله بحركة دائرية. فأنت بتحرك اكتافك وبتحرك الحوض، بتطلع فيهم بحركة دائرية، بحركة كاملة بدنا نخلي فيها فلو. يعني كل ما كانت حركتك أحسن، كل ما كانت حركتك أسهل سموث أكثر، راح تلاقي إنه الموضوع سهل. هلا الناس اللي عندها تايتنس في الهيب راح تحس انه هو عماله بلف لليمين او لليسار، ممكن في هيك تعليقه صغيره او فقه صغيره. هذا اللي احنا بدنا نشتغل عليه، وهذا اللي بدنا نحاول نفتحه بطريقه احسن. زي ما حكيت لكم، اي حدا عنده سؤال يا ريت يكتب لي بالكومنت. دعمونا لايك سبسكرايب.